يعطيكم العافية. بهذا الشرح رح نشرح كيف فينا نعمل بس اليوزر يقبص على هاي ياخده على الشات لعند هيدا الرقم. اوكي بس قبل ما نبلش، في عنا هيدا الايكون غيرتها، كان عنا المسج ايكون، لان ما عنا هيدول الايكونز ما فيهم واتساب ايكون، فهون زدت باكج، والشرح موجود على اليوتيوب، موجود بالتفصيل، واللينك رح يكون اتاشت لهيدي الليكتشر. اوكي فمثل ما بتعملوا داونلود لاي ريسورس بتلاقوه هناك لللينك، بتكبسوا عليه وبياخدكم على اليوتيوب والشرح بالتفصيل هناك. فهلا خلونا نعملها تيست، بس نكبس على هيدا الواتساب ايكون رح ياخدنا على الشات لعند هيدا الرقم، فخلونا نكبس عليها. كتير منيح، فهلا فتح البراوزر، اكيد فتح البراوزر لانه معنا واتساب. اوكي هون حطيت انه لا تملك تطبيق واتساب بعد تنزيل، نحنا ما حننزله هون. اوكي بس رح تاخدنا لعند هيدا الرقم دغري، والتكست رح يكون هلو، وفينا نغيره مثل ما نحنا بدنا. هلا خلونا نسكر هيدا، نرجع على هيدا الاب، او فينا دغري نرجع على الاب تبعنا ونروح على الماي اكونت، لانه هون كمان موجودي بالماي اكونت، بعدين حنظبطهم مع الفاير بيز. فهون اليوزر بدنا اياه بس يكبس على هاي يصير الشيء اللي نحنا بدنا اياه. فهون حعمل برنت مبدئيا واتساب، بعمل سيف، بس يكبس عليها هون رح تنطبع واتساب هون. كتير منيح. كمان نقدر نستعمله ده هاي، فينا نستعمل باكج، في اكتر من باكج لهيدا الموضوع، بس رح استعمل باكج اللي هي اوفيشال اسمها يو ار ال لانشر، واذا حدا شاغل فلاتر قبل على الاغلب بيكونوا سامعين فيها. فبنروح على البوب دوت ديف، نعمل سيرش على يو ار ال لانشر اللي هو هيدا، واكيد سبورتد للنال سيفتي وفلاتر فيفوريت كمان، لانه هيدي الباكج كتير كتير مشهورة وكتير الناس بيستعملوها. بنروح على اليو ار ال لانشر، هون حطيت انه بدنا نزيد اشياء كرمال الاي او اس. اوكي وللاندرويد حطينا هيدول التعليمات، بس اذا ما زدنا هيدول مش ضروري نزيدهم، رح تمشي طبيعي. كتير منيح. خلونا نروح على الانستولينج ناو، وخلونا نعمل كوبي لهاي، بنرجع على البوب سبيك دوت يامل فايل، نعمل بيست هون، نعمل سيف، وهلا ننطر لحتى تخلص هاي. خلصت، نرجع بنروح على البروفايل، وهون ما نكتب فانكشن، الفانكشن رح اعملها فانكشن لحالها ونرجع بنعملها كول مثل العادي. فهون بنعرف void، والvoid function رح تكون مثلا open whatsapp chat هيك، وهون بدنا نكتب الفانكشن اللي نحنا بدنا اياها. اكتر الاشياء اللي بدنا نستعملهم مع اليو ار ال لانشر رح تكون future، فهون حزيد async، هون رح اعمل await، وفي function اسمها launch. اوكي هيدي هي، وهون بدنا نعطيها اليو ار ال. لحتى نعمل اكسس للواتساب في يو ار ال معين نعمل له اكسس، وهلا بقلكم شو هو. فهون بنعمل https، وهون بنعيط ل wa، نرجع بنحط دوت مي اللي هو رقمي انا، وهيدا الرقم هيدا اليو ار ال اذا بتجربوا رح ياخدكم على البروفايل تبعكم، واذا بتزيدوا الاشياء اللي هلا حزيدها رح ياخدكم لعند الرقم اللي انتو بدكم اياه. اوكي فهون بنزيد الرقم اللي نحنا بدنا اياه، اي رقم مثلا هون، وبعدين هيدا اكيد رح يصير دايناميك من الفاير بيز. كتير منيح. وبعدين اذا بدكم تزيدوا تكست بس بتعملوا علامة استفهام، وهون بتزيدوا تكست وبتحطوا ايكوال للتكست اللي انتو بدكم اياه. هون رح اعمل هلو مثلا هيك. كتير منيح. هلا خلونا نجرب هاي، ف هعمل كوبي للميثود وارجع على لهون، بدنا نشيل هيدي، وهلا حاعمل كات للبروسيس لانه عملنا انستول لباكج جديده، واعمل رن من اول وجديد وشوف شو بده يصير. اوكي بالوقت اللي عم تعمل فيه رن رح اعمل شغله، رح اجي لهون، وهون عرف string حسمي phone number equal مثلا لشي معين لأي رقم، وهون بلا ما نحط هيدا الرقم بنعيط له هيك للفون نمبر.
اوكي خلونا هلا نروح نعملها تيست، نيجي على الماي اكونت نكبس عليها، فتحنا البراوزر كتير منيح. اوكي وهون حاطط لنا دردشة عبر واتساب مع هيدا الرقم، وهون هيدي المسج اللي هلا كتبتها هي hello there. اوكي رح اعمل هلا اعمل ستارت، ولازم يطلع عنا هيدا الفون نمبر. خلونا نسكر هيدي، نرجع لهون، روح على الماي اكونت اكبس عليها، والرقم لازم يكون ايكوال لهيدا، هي 25 4 4، والمسج hello there. اوكي فبس هيدا كان لهيدا الشرح. بالشرح الجاي رح نعمل الجيميل، كرمال الجيميل فينا نستعمل هيدا الباكج او فينا نستعمل باكج تاني اسمه ميل 2، وكمان هديك الباكج باكج كتير منيحة وانا مستعملها من قبل، وبنصحكم تجربوها اذا بدكم. بس بهذا التيتوريال رح اعمل كفر لكيف نبعت ايميل بس نستعمل هيدي launch method. اوكي فبشوفكم بالفيديو الجديد.